الذين يساهمون يوميا وعلى جميع المستويات في حماية وتحسين رفاهية كبار السن في بلادنا. الحضور الكرام، يقدر عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 66 سنة فما فوق حاليا في الجزائر 5.2 مليون شخص، من بينهم ما يقارب 15% تفوق أعمارهم 80 عاما. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2040 سيفوق عدد الأشخاص المسنين في الجزائر 10 مليون شخص. ومن خلال هذه الأرقام يتضح لنا جليا لما تشكل هذه الفئة السكانية من أولوية في برامج التنمية للوطن، وبالنظر إلى أثارها على جميع جوانب المجتمع لا سيما الصحية والاجتماعية والاقتصادية.